السلام عليكم. انا عندي مشكل ديال البنيه عندها القلب، عندها جوج ثقبات في القلب وتخنقات لينا شحال من مره. تخنقات ليا، ملي كتخنق ليا كنعيط على جارتي سميتها سميره، عندها معايا هادشي وكتفهم هادشي، عندها كتخدم هي الخدمه ديالها بالطب البديل، هي اللي كتساعدني في هاد البنت. ملي كنشوفها تخنقت شي حاجه كنعيط عليها كتجي، لا انا ما كنعرفش البنت. وملي داتها للسبيطار قالوا لها ربما البنت غيكون عندها القلب. ملي قالت لي راه خصنا ندوها نديروا لها التلفازه، وداك انا ما عنديش باش غندير لها التلفازه، ما عنديش باش غادي نجرب البنت. انا يلاه مكافيه مع وليداتي ومع الكره ومع المسؤوليه وداك الشيء. زاتها جارتي دارت لها التلفازه وهي تلقى عندها جوج ثقبات في القلب، وحده كبيره وحده صغيره. قال الطبيب ضروري البنت خاصها تنعس السبيطار، لان مع الدريه خاصها ضروري العمليه. العمليه انا ما عديتش باش نديرها، العمليه الله اعلم شحال دايره، راه العلم لله، لان كتكون طالعه في الثمن. انا ما عنديش وما عنديش منها حتى 10000 ريال. منين زادت؟ زادت عادي، ما بان ليا فيها حتى شي حاجه، حتى جبتها للدار. ملي جبتها للدار عاد ولا داك المشكل عادي. ما يعني دا البنت عادي ديك شي 3 ايام ولا 4 ايام يا سميره، شي 3 ايام ولا 4 ايام البنيه صافي زراقات ولات حالتها. ملي جات جارتي هي اللي زاتها، وزاتها من رجلها بقات كضرب لها في ظهرها، وبقات بحال اللي كتخوي لها في ظهرها، باش داتها تتجري في الزنقه حفيانه وعريانه تتجري بها في الزنقه. داتها للمستشفى العمومي باش يديروا ليها الاكسجين، داروا لها الاكسجين، بقات تما كاين ما عرفتش شحال من ساعه هكاك. بقات اللي بقات تما كاين عاد الدريه شويه ترخفات الحال، وعاد جابتها قال لها ضروري خصها تمشي للطبيب. ملي هزيتها انا ديتها لبني رشد، بني رشد اش قالوا لي؟ قال لي قلت لهم بغيت ندير لها التلفازه، قالوا لي التلفازه خاسره اولا رونديفو. سير رونديفو شحال؟ على 8 شهور اولا 9 شهور، يعني هاد البنت كتبقى بحال هكاك شي 8 شهور ولا 9 شهور ما عارفين اشنو عندها. ملي عاودتها قال لي سيري لقطرات الحليب، ملي مشيت لقطرات الحليب قالوا لي الفلوس. انا الفلوس ما عنديش، عندي الله سبحان الله وتعالى، ما عنديش يعني ما عنديش ما نخلص عليها. يلاه مكافيه مع الاولاد ومع الكره، ما عنديش. ما كو كانت عندي انا ما نخزنهاش على بنتي وما نخبيهاش، لان بنتي اولى ولا ليا من هذوك الفلوس، بنتي احسن ليا من هذاك الشيء. ايوا صافي هذيك جارتي هي تقول لي خصنا البنت ضروري نشوفو معاها. جارتي عند بالها غير شي حاجه قليله، ملي مشينا داتها لواحد شي كلينيك قالوا لها خصك تحطي جوج المليون الكاش غير ليله والغد لين باش يديروا لها التلفازه ويشوفوا شنو عندها. صافي هزينا جينا جبناها بحالها. صافي هذيك وهي داها لواحد الطبيب اخر، داتها لعند واحد الدكتور. ملي دار لها التلفازه وهذاك هو يقول لها البنت راه حاله كراف، راه مريضه. قالت ليه شنو؟ قال لها راه عندها جوج ثقبات في القلب، وحده كبيره وحده صغيره. قال لها كو كانوا مازال صغار ماشي مشكل، ولكن هاد الثقبه الكبيره اللي هي مشكل، خصها ضروري العمليه، خصها ضروري. لان قال لها خصها تنعس. قلت انا ما عنديش باش غتنعس البنت، وانا ما عنديش باش غتنعس، ما عنديش. كنشوف البنت انا تتموت حدايا، ما عنديش كندير، ما عنديش. انا اللي كنموت في بلاصتها، انا اللي تنموت. والله كيشد على هاد الكلمه اللي تنقولها، انا اللي تنموت في بلاصه البنيه. لان ملي كنشوفها في ديك الحاله هي مسكينه ما عارفه والو، اش عارفه؟ ما عارفه حتى حاجه مسكينه. يعني كتخنق كتولي تضرب بيديها وبرجليها، صافي راه الموت الموت. يعني وانا ملي كنشوفها في هذيك الحاله صافي ما كنقدر ندير حتى شي حاجه، كنولي في واحد الحاله. وخوها غيب لينا طاح، حتى ولات جارتي كتخوي عليه في الماء ملي شافها في ديك الحاله. صافي خوها صغير ما عارفش، ما قالك اختي ماتت، يعني واحد الحاله لا يرسلها. يعني العمليه الطبيب اللي داتها جارتي عنده قال لها على الاقل 18 من يوم. قال لها ياك سميره؟ ياك. قال لها على الاقل 18 من يوم، يعني 18 مليون انا ما عنديش فيها 10000 ريال. هي قالت لك عيد ديالها عاد شافها. بغات حتى حاجه، بغيتها غير تصحي البنيه، بغيت والو، بغيتها البنيه تصح. صافي بارك عليا، انا راه صحت ليا بنتي هذيك من فضل الله كامله، الحمد لله. انا تصح ليا غير البنيه صافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.